السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة حبيت اني اشارك معكم هذا الموضوع البسيط وكيف انه الشخص يعني شخصيا صار معي هذا الشيء، انه اعرف شخص يعني اصيب بهذا البلاء او الابتلاء اللي هو الكورونا، وبنفس الوقت ما كان يعني ما حس باي شيء، واكتشف انه بعد ما اصيب بالمرض وتعافى منه انه كان في عنده الكورونا. ليش يعني صار كذا؟ هل هو بسبب قوة المناعة او يعني كلها في النهاية تقديرات من الله؟ فانا بحثت يعني في الموضوع، بحثت وكذا وعشان اعرف ايش، وتوصلت لسبعة اشياء مفيدة ممكن انك انت تسويها. فانا حاليا احاول اني اسويها، فحبيت اني اشاركها معاكم عشان نسويها كلنا. وعشان هذا الموضوع نجيب المختص في امراض الكورونا ومن كورونا وكذا، الدكتور محمد. دكتور محمد كيف الحال؟ اتمنى انك تكون بخير وبصحه وسلامه. مرحبا بك في برنامجنا، ويب معك الجمهور، جمهور العزيز الله يسعدهم، قاعدين يتابعونك الحين وحابين انه يتعلم يعني يعرفون ايش الاشياء اللي لازم يسوونها عشان يتخلصوا من الكورونا. يب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الدكتور محمد. يلا ونتكلم اليوم عن مثل ما قال الأخ هنا، نتكلم عن كيف تقي نفسك من الكورونا وخير عنك. كلهم ايش الأشياء في على اليوتيوب؟ خلاص ما يحتاج انك تطول في الكلام وعلى طول خش في الموضوع. يلا ليه ما انشرها على اليوتيوب؟ صح الحين بيقول لكم يا جماعة ايش الأشياء اللي لازم تسووها. طيب طيب الحاجة رقم واحد، طيب اول شيء لازم تسويه جماعة الخير يعني لازم اوكي شباب نشوفكم على خير. اخيرا تخلصنا من الجيمر محمد. خليكم مع دكتور محمد. اتمنى انكم تكونوا تمام يا جماعه الخير. طبعا اليوم بقول لكم يعني عن بعض الاشياء اللي انا احاول اني اسويها واطبقها حاليا. وطبعا يحتاج يا جماعه، ما يحتاج انك يعني تقلق نفسك وتخوف نفسك اكثر من اللازم يعني. والكوفيد 19 الكورونا مدري، وهذا يوصلنا للشيء رقم واحد واللي هو يا جماعه الخير انك ما تخوف نفسك زياده عن اللزوم، او ما تكون مرتاح زياده عن اللزوم. يعني خليك في النص، خير الامور اوسطها. يا سلام. بنتكلم اليوم بشكل عام انك كيف تقدر تقوي جهازك المناعي يعني في هذا المقطع، عشان هو اللي بيخليك يعني مثل ما قلت انا في بدايه المقطع، يعني الناس اللي تجي يعني يجيها المرض بس ما تحس فيه. ليه؟ لانه السبب الجهاز المناعي حقهم يكون قوي مره. الشيء رقم اثنين اللي انا حاليا احاول اني اطبقه، اني اكل اكل مفيد يا جماعه. متى اخر مره اكلت فاكهه مثلا؟ يعني فاكهه كده مفيده زي التفاح اليوم. يعني انا الوحيد اللي ما اكل. اوكي يعني قصدي يا جماعه فاهمين كيف قصدي، حاول انك تاكل فواكه وخضروات خاصه لانه فيها المعادن وفيها الفيتامينات فيها الاشياء، وحاول انك تتجنب الاكل المعلب. ما بتقدر انك تجنبه بشكل نهائي، بس حاول انك تقلل منه يعني عشان خاصه في هذه الفتره، بعدين تقدر ترجع يعني. والاكلات الجاهزه مو وقتها الحين. كمان يا جماعه في معلومه انا ما كنت ادري عنها صراحه، بعد ما قريت اكتشفتها، انك لما في الصباح في بعض الناس اللي تعرض للشمس، حاول انك تتعرض للشمس بشكل مباشر، لا يكون في بينك وبين الشمس جاج مثلا او شيء غطاء شفاف او زي كذا. حاول انك تعرض للشمس بشكل مباشر لانه يمكن يكون يسبب لك الضرر اكثر ما هو مفيد، فحاول انك تتعرض للشمس عشان فيتامين دي. طبعا الحين بسبب يا جماعه انه الكل في البيت، بتلاحظ انه معظم الناس جالسين قاعدين طول الوقت كذا، بس يعني ما يسوي اي شيء كذا، بس جالس مثلا على الكمبيوتر على البي سي. انا شخصيا كنت كذا جالس يعني لفترات طويله، فحاول انك تتحرك بين في كل ساعه على الاقل، على الاقل قوم تحرك لمده 10 دقائق. اذا في بيتكم في درج اطلع الدرج، انزل الدرج، سوي رياضه يعني عشان ما تسبب لنفسك امراض في الظهر. واو ورب تحولت دكتور من جد. انا حاول انك تتنفس وتخلي الرئتين هذه تتعب اكسجين يا حبيبي. خذ نفس معايا الحين، فهذا مفيد برضه، انه برضه انه يقلل التوتر. يا جماعه الشيء اللي ما يحتاج اني اعيده، انك حاول انك تتجنب تطلع برا البيت، ما يحتاج اني اقول كذا يعني. هذا الشيء الا اللي هو ضروري جدا انه يطلع من البيت، يعني انه يطلع من البيت لسبب عمل او شيء ضروري جدا، مثلا تروح للسوبر ماركت او زي كذا، حاول انك تلبس كمامات مثلا او زي كذا. في الجسم لما انت تنام بدري قبل الساعه 10 كذا او 12 يعني بعد صلاه العشاء بشكل، عشان نكون حسب السنه النبويه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد صلاة العشاء هو والصحابة، فالجسم يفرز هرمون، هذا الهرمون يمنع الأمراض بشكل أقوى،
فحاول انك تنام بدري. ما اتوقع انه واحد على طول بينام بعد صلاه العشاء، صعبه، بس حاول انك تنام قبل، على الاقل حتى قبل الساعه 12 اذا تقدر. جماعه لا تعصب، خاصه الحقين اللي يلعبون فورتنايت والالعاب هذه، لا تعصب. اذا كنت واقف اجلس، اذا كنت جالس اوقف وابتسم. لا تنسى انك تبتسم، الابتسامه صدقه يا جماعه. ابتسم 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 يا اخي ابتسم. برضو يا جماعة الخير، انا شفت بعض اليوتيوبرز يقول انه لا تخاف هذا المرض يصيب الكبار فقط. يا حبيبي المرض يصيب الكبار والصغار. في دراسة قالت انه واحد من بين كل خمس اشخاص اللي يجي المرض يكون من عمر العشرين لين 44. فانتبه عن نفسك. وفي النهاية كمان حاب اني اقول يا جماعة الخير، يعني سواء اصب بالمرض او ما اصب بالمرض، لا تخاف ولا تقلق، يعني كل شيء من عند الله. انت اهم شيء انك تاخذ بالاسباب اللي قلناها في هذا المقطع. حاول انك تاخذ بالاسباب وانتبه على نفسك وكل اكل كويس والله حس نفسي انقلبت الوالد او زي كذا. بس هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم. اعطوني اراكم تحت في التعليقات كالعاده، وبنشوفكم ان شاء الله في مقاطع جايه. خلاص الجيمر محمد راح، الدكتور محمد اجا.